بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بالإخوان الحضور جميعا وبشكرهم على يعني اهتمامهم بحضور هذا المؤتمر للإعلان عن الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي واهتمامهم الشديد بهذا الأمر. طبعا حضراتكم كلكم عايزين تعرفوا احنا ليه اخترنا المدرب اللي موجود الآن اللي هو ريني فايلر. يعني في انواع طبعا سيفيهات كثيره جدا درسها النادي الاهلي لمدربين كثيرين، ومنهم مدربين يعني عالميين، لكن لكل واحد ظروفه. لكن احنا لينا مواصفات معينه في اختيار المدرب، مواصفات غير تقليديه. المواصفات التقليدية إن أنا أجيب مدرب حتى لو سنه مثلا 60-70 سنة وعنده 20-30 بطولة وأبقى مبسوط إن أنا جايب هذا المدرب ومتهيألي إن هو معاه المفتاح السحري لكسب البطولات. إنما إحنا اختيارنا اختيار تقليدي بالمرة النادي الأهلي ومع فريق النادي الأهلي. دي نقطة مهمة، إنك بتختار مدرب له الطموح الكبير جدا في إن هو يعمل ويجتهد لكي يعني يحقق نتائج لنفسه وللنادي الأهلي. مدرب مش لابس بدلة وقاعد في المدرج ولا قاعد برا عشان بس يحط الفريق التشكيل وعمل طريقة وبعد كده انتهى شغله. لا، مدرب ميداني في قلب الملعب، في كونتاكتس واتصال مباشر باللاعبين، خاصة ان لاعبينا في وطننا العربي ليسوا مكتملي يعني التجهيز الفني او التكتيكي، لا محتاجين عمل داخل الملعب سواء جماعي او عمل فردي مع الجهاز الموجود. عشان كده مهم جدا ان عندك مدرب عنده طبعا له خبرات وله نجاحات في اتكلمنا في سويسرا وفي بلجيكا وحقق، طبعا كلكم قريتوا الحاجات دي وقريتوها، لكن في كثيرين كله منصب على انه هو عايز يبقى عنده هالة كبيرة جدا للمدرب اللي بيجيبه. اعتقد دي نظرة مختلفة جدا عندنا. احنا عايزين مدرب في الملعب يشتغل مع اللاعبين. اللاعبين عندنا في العالم العربي لهم نواقص وفي مصر، واحنا دي حصلت معانا مع اجهزة فنية سابقة كانت بتشتغل معانا، في فلان عنده نقص في كذا، فلان عنده نقص في تدريبات فردية مع الجهاز يشتغلها في أوقات أخرى أو في نفس وحدات التدريب، لكن حاطط إيده في كل صغيرة وكبيرة. ودي نقطة مهمة جدا لتحقيق الاكتمال الإعداد سواء الإعداد البدني أو الفني أو الذهني للاعبين. حاجة تانية برضو والشيء المهم في هذا الأمر إنه هذا الجهاز له نظرة وكونتاكتس مع قطاع الناشئين، يعني هيبقى له يعني ملاحظات ومتابعات لقطاع الناشئين وإبداء ملاحظات لكيف يتم إعداد اللاعبين، خاصة اللعيبة البروميسنج اللي على وشك إن هم يلعبوا في الفريق الأول. أساليب اللعب دي كانت نقطة مهمة جدا، ودي أول مرة بتحصل في مصر إن يبقى في جهاز فني بيشتغل مع الفريق الأول لكن أيضا عينه طبعا مع مساعديه على قطاع الناشئين، لأنه يبقى في هنا وحدة عمل وفي تواصل بين العمل اللي بيتم في قطاع الناشئين مع الفريق الأول. ودي نقطة مهمة جدا يمكن أول مرة حد بيعملها، لان دايما كل المدربين الاجانب اللي يجوا كل هم ان هو يشتغل مع الفريق الاول وخلاص، ملوش دعوه باي حاجه بعد كده. انما الجهاز عنده التزامات هتخلي اثر عمله هيبقى متواجد حتى لو خلص ومشي بعد سنه بعد اتنين بعد عشرة، هيكون له بصمات موجوده مع الاجيال اللي هي طالعه. ودي برضو نقطه من النقط المهمه جدا. انا مش عايز اتكلم كتير في موضوع الجهاز الفني، لكن ده اقتناعنا ودي مسؤوليتنا. يعني لجنة التخطيط مع رئيس النادي اختارت هذا المدرب واحنا بنتحمل هذه المسؤولية، ما بنتنصلش منها، لكن لابد ان يكون الاختيار لازم يكون فيه وجهة نظر معقولة ووجهة نظر عملية، وده اللي احنا بنتكلم عنه.
طبعا في اي حته في العالم الاختيار فيه ريسك، مخاطره في اي حته في العالم. انت بتجيب مدرب السي في بتاعته كذا كذا كذا، لكن انت هل تعرفه اشتغل بيشتغل مع المدرب مع اللاعبين ازاي، بيعامل اللاعبين ازاي؟ مش موجوده في السي في بتاعه. هل عنده الطموح؟ مش موجوده في السي في بتاعه. قد يجوز عمل النتائج مع الفريق اللي هو الفريق نفسه، هو فريق جيد وعمل معاه النتائج. بضيف نقطه مهمه جدا، النادي الاهلي عمل مدربين كتير، استفاد من مدربين، لكن ايضا عمل مدربين كتير بتقاليد النادي الاهلي وبافساح المجال للعمل في جو نقي للجهاز الفني، ولذلك حقق بطولات كثيره جدا مع مدربين اجانب ومدربين مصريين ومدربين من جميع الجنسيات. اما نيجي نتكلم بقى، بس انا عايز اقول كلمتين صغيرين كده، هناك مدربين كثيرين ابتدوا هم ما كانش حد يعرف عنهم حاجه وحققوا نتائج كبيره جدا. فاذا الطموح موجود وده مطلوب. بتكلم كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي نجاحاته طول عمره بوحده النادي الاهلي، الوحده اللي بتشمل اللاعبين وتشمل الجماهير وتشمل اداره النادي الاهلي. الوحده ديت كانت سبب كبير جدا في تقاليدها وفي ارسائها وفي جماعيتها اللي بتحقق النتيجه الكبيره. انا بهيب بجماهير النادي الاهلي ان تقدم الدعم الكامل، ليس الجهاز الفني فقط، الجهاز الفني واللاعبين ولاداره النادي، لان وحده النادي الاهلي هي الاساس في كل نجاح. دي نقطه انا بركز عليها في هذا الجو اللي احنا موجودين فيه، وفي بعض الاحيان مش عايز اتكلم جو محموم في بعض الاحيان من جهات مختلفه. انا بقول النادي الاهلي عشان ينجح، وسبب نجاح النادي الاهلي على طول العمر هذه الوحده الموجوده، المنظومه، جماهير مؤازره، مش جماهير متفرجه ولا سلبيه. عمر النادي الاهلي ما كان جماهيره سلبيه، كنا نشوف المدرجات الوقت اللي محتاج النادي الاهلي فيه الجماهير في مباراه عصيبه بتلاقي الجمهور مؤازر ومساند وبشراسه وبيحث اللاعبين على الاداء والجهد، مش مدربين، مش جماهير بقى قاعده تتفرج وتسقف وخلاص وانتهت العمليه. دي صفه موجوده في جماهير النادي الاهلي، ولذلك انا بهيب بجماهير النادي العظيمه الوفيه اللي بتقف مع النادي الاهلي باستمرار، انها تتكاتف مع فريق النادي الاهلي، مع جهاز الفني النادي الاهلي، مع اداره النادي الاهلي. ونس تم اختيار في اي حاجه لازم اازر. مجلس اداره اختير بجمعيه عموميه بازر مهما كان ليه راي مخالف. إن الجهات المسؤوله في النادي الاهلي اختارت جهاز فني بازر. الجهاز الفني اختار لاعبين معينين لمباراه بازر. ده البروتوكول اللي موجود في العالم في الانديه المتقدمه الكبيره، ومن ضمنها النادي الاهلي اللي له تقاليده العريقه الكبيره جدا. انا برحب بالجهاز الفني اللي موجود جنبي كلهم، برحب بيهم وبتمنى لهم التوفيق في عملهم، وان كلنا مثابرين وكلنا مساندين لهذا الجهاز ولفريق النادي الاهلي، وارجو لكم التوفيق باذن الله تعالى.